وكلاء طبعا اليماني هقول الثابت باليمن والسعيدة منطقة السعيدة من ضمنها التونة ومنطقة زنجبيل رويال هذا وكذلك الكودريد السعودي منطقة الكودريد السعودي اللي يمتلكها العيسين. طبعا بالبداية نشكر القائمين والمنظمين على هذا المعرض والجهود الذي بذلوها، وهذا يعتبر المعرض الأول في نيويورك والمعرض الثاني في أمريكا، المعرض اليمني الأمريكي. طبعا أهمية هذا المعارض تكمن في تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، تبادل التجاري بين التجار وكذلك بين الزبائن. نحن نطلع إلى أن في المستقبل أن يكون المعرض أفضل وكذلك المشاركة تكون أكبر وأوسع. نريد أن نكون مثل الآخرين من الجاليات الأخرى كالجاليات الهندية وغيرها في معارض ضخمة تقام وتشارك فيها شركات كبيرة، وهذا سر النجاح دائما. المعارض مهمة جدا للجانب التجاري. أعتقد معظمنا اليمنيين ما نركز على هذه الأشياء، ولكن هي مهمة جدا خصوصا للشركات الناشئة. وأنا شايف زي ما تقول في المعرض شباب ناشط وشباب جديد ومنتجات جديدة وأفكار جديدة موجودة في المعرض، الواحد يعتز فيها صراحة. شكرا جزيلا لحضوركم، وإن شاء الله نشوفكم في المعرض القادم في ميشيغان، وإن شاء الله المعارض القادمة تكون هذه كبداية زوكي، بس المعارض القادمة إن شاء الله تكون أكثر تفعيلا إن شاء الله وتفكيرا وترتيبا إن شاء الله، وكذلك تكون في أكثر من الجالية اليمنية. وهذا كمان نعم نطلع لهذا الشيء، ولكن هذا لابد من تعاون الجميع، سواء كان في تاجر أو غير تاجر أو زبون. بدون تعاوننا جميعا لا يمكن أن ننجح، فتعاون الجميع نقدر نحقق شيء. ولكن زي ما أقول مثلا اليد الواحدة لا تصفق، دائما رحنا نشتي النجاح اليمنيين من أول خطوة. دائما الخطوة الأولى فيها صعوبات، الخطوة الثانية فيها صعوبات،